انطلقت بمحافظة أسيوط قافلة للتطعيم ولتوعية المواطنين ضد فيروس كورونا ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت الوزارة أن فعاليات الحملة مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها بالتنسيق مع كافة الإدارات الصحية، وتستهدف الأماكن العامة والمتنزهات ودور العبادة والأسواق التجارية والميادين العامة، وذلك ضمن حملة معا نطمئن التي أطلقتها وزارة الصحة. احنا طبعا عارفين توجهات القيادة السياسية بزيادة نسبة التطعيم لأعلى مستوى. احنا طبعا المستهدف بتاعنا 2,600,000، احنا الحمد لله تخطينا 60% في جميع الأعمار، احنا منتشرين في كل مكان، بس نظرا لزيادة الأعداد لنا 4-5 أيام في زيادة ملحوظة في الأعداد يمكن في البيوت مش في المستشفيات، عشان كده بدأنا حملة توعية كبيرة بقيادة إدارة التثقيف الصحي معانا وإدارة المتابعة وإدارة العلاقات العامة، كلهم متوجهين معانا. هنلف الشوارع شارع شارع، وهنروح الميادين المزدحمة، وهنروح المحلات والصيدليات، هنلف على كل مكان عشان ننبه الناس بالالتزام بالقمامة. طبعا احنا النهاردة بننفذ خطة للتوعية للناس في الشارع والميادين بمحافظة أسيوط، وخطة تبدأ النهاردة وتنتهي يوم 2 فبراير إن شاء الله. تستهدف ان احنا معانا فريق من الثقافة الصحية، ومعانا ناس من الفريق من الأغذية، ومعانا مجموعة من العلاقات العامة والمتابعة والإعلام الصحي والسكاني. بنستهدف ان احنا بنمر في الشوارع وبنلتقي مع المواطنين في المحلات وفي الشوارع وفي العربيات وفي التاكسيات، وبنكلمهم عن أهمية التطعيم والإقبال على التطعيم، وبنرشدهم على الأماكن اللي فيها الفرق التطعيم، ومعانا فريق تطعيم بيقوم بتطعيم المواطنين اللي هم عايزين يطعموا.